زيارة فعلا زي ما انت قلت يعني مهمة، واحنا ده النادي الاهلي، يعني الواحد بيبقى فخور انه بينتمي للنادي الاهلي، لانه دايما لما الواحد بيسافر بيحضر حتى في اي مؤتمرات بره رياضيه او بيبقى في اي محفل يعني عالمي، دايما بيبقى اسم النادي الاهلي قوي والناس عارفاه بشكل كبير، لان هو يعني اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الشرق الاوسط وليه رانكينج عالمي يعني. فالحمد لله يعني الناس، احنا لينا رؤيه كمجلس ان احنا يبقى في تواصل بيننا وبين جهات عالميه وشركات عالميه في مختلف المجالات، سواء يعني مش بس في القطاع الرياضي والالعاب الرياضيه، لا برضو في القطاع الانشاءات وفي المشروعات الكبيره. فاحنا برضو يعني فاتحين اتصال مع كذا شركه، بنشوف الافضل ايه للنادي الاهلي كشكل تعاون، والحمد لله الناس طبعا عندهم يعني نوايا كبيره ان هم يخشوا في مصر، وطبعا لما يخشوا في مصر كقطاع رياضي هو بالنسبه له النادي الاهلي هو اكبر خيار والخيار الاول، ده كلامهم يعني، عشان برضو مش كانش يعني كلام انا لوحدي. فان شاء الله يبقى في يعني باذن الله اي نوع من التعاون يعني جيد. هم في تواصل معهم بقالنا شهور، والنهارده جايين بقى على ارض الواقع يشوفوا النادي ويزوروه، يعني ناخدهم جوله الشيخ زايد كمان شويه، وقعدنا معاهم استعرضنا بعض الامور يعني في الاجتماعات، ونتمنى ان شاء الله يكون النهايه تكون لصالح النادي، يعني سواء هم مجموعه شركات في النهايه مش شركه واحده، يعني مجموعه شركات في مجالات مختلفه بس كلها في مجالات المقاولات والتنفيذ والتمويل وخلافه، ومعهم برضو ناس ممثله من الحكومه الصينيه. هم حتى جايين كان عندهم مقابله مع السفير قبلنا على طول في السفاره الصينيه، هم حتى كلامهم قالوا احنا جايين متفائلين، التوجه اللي كان من السفاره انه يشجعهم بقوه على الاستثمار في مصر، وان مصر الفتره دي في ارض خصبه جدا للاستثمار ومرحله قويه ليها، واقتصاديا هي يعني داخله في الرقم 1 دلوقتي في افريقيا، حتى ده كلامهم يعني النوايا، حتى ده كلام السفاره. فهم بالنسبه لهم في حماس، وفي يعني حتى من قبل ما يجوا طبعا بعد المقابله دي برضو بقوا الدنيا افضل. تطرقنا طبعا لامور كتير يعني مشروعات النادي والاستاد والكلام ده كله طبعا، وفتحنا خريطه الشيخ زايد كلها، والنادي اللي اتنفذ الجزء 30 فدان اتنفذوا، في 100 فدان لسه ما اتنفذوش. احنا كنا مخططين جزء منهم للاستاد الاهلي، وده شغل معمول من زمان واحنا كملنا عليه، وكمجلس برضو اشتغلنا على ده وحدثنا الدراسات وعملنا حاجه محترمه ويعني والناس شافوها، ويعني وان شاء الله يعني كل ده هيبقى محل دراسه ان هم يشوفوا الكلام ده بالنسبه لهم مردوده ايه، وبالنسبه لنا برضو احنا كنادي اهلي احنا فاتحين اتصال مع يعني مش قافلين على نفسنا على شركه ولا اثنين ولا ثلاثه، احنا فاتحين اتصال مع ناس كتير، عشان في النهايه احنا عايزين الافضل حاجه للنادي هي اللي هتتعمل يعني فعلا الواحد مش كلام، فعلا هو فخور ان هو منتمي للنادي الاهلي من صغره يعني، وده اللي كان بيدفعنا ان احنا نبقى متواجدين هنا في النادي، ونسعى ان احنا نبقى موجودين نخدم النادي، هو ده الدافع، وده بيزيد مع الوقت يعني. حتى لو انت مريت بمراحل فيها كبوه او فيها فترات مش في افضل حالاتك، برضو ده ما عمره بيقلل ابدا من يعني انتمائك وفخرك بالنادي، يعني زي ما انت شايف يعني ما الناس دايما النادي الاهلي في مكانه اهو، وده يعني مسؤوليه اكبر علينا ان احنا نحافظ على ده ونكبره يعني. فان شاء الله ربنا يعيننا على ده، وباذن الله نقدر ان احنا نعمل حاجه للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي، ونكون عند حسن ظنهم يعني. الحمد لله يعني زي ما دايما بنقول ده شرف لاي حد انتماء للنادي الاهلي. برضو يعني مجلس الاداره شغالين يعني على قدم وساق زي ما انتم شايفين يعني، فمن ضمن الملفات اللي تم تكليف بيها اعضاء مجلس الاداره الفتره اللي فاتت من كابتن محمود الخطيب الملف العلاقات الخارجيه اللي مسؤول عنه المهندس هياد مرتجي والدكتور محمد سراج، والملف ده مقسوم شقين، يعني شق استثماري وخاص بالانشاءات والمشروعات للنادي الاهلي، ودي اللي قام عليها وبتابعها الدكتور محمد سراج بشكل كويس، ودينا شايفين النهارده من اول النتائج. والشق الثاني الرياضي واللي متابعه المهندس خالد مرتجي. انا عايز اقول لك ان انت تبقى سعيد وفخور قوي ان انت تبقى قاعد في وفد صيني ممثل من شركات صينيه والسفاره الصينيه مرشحه لهم. يعني الراجل هو بيقول احنا سالنا السفاره الصينيه قالت ان مصر دلوقتي دوله يعني اولى الدول الافريقيه وسبقت جنوب افريقيا في الاستثمار، وهم جايين النهارده مرحبين جدا جدا. واقول لك احنا اول ما سمعنا كده وتشجعنا ان احنا يبقى في استثمارات في مجال الانشاءات والمقاولات بالذات. سمعنا عن النادي الاهلي وعرفنا النادي الاهلي داخل على مشروعات متعدده من ضمنها انشاء فرع التجمع الخامس، استكمال فرع الشيخ زايد، التطوير اللي بيحصل في النادي الاهلي. فهم جايين مرحبين جدا ويمكن عندهم معلومات عن النادي الاهلي، ودي حاجه تسعدك، تبقى فخور جدا ان انت لما يجي يقول لك مصر النهارده سابقه جنوب افريقيا كدوله ممكن تستثمر فيها وتعمل فيها استثماراتك. واحنا جايين اما دورنا في الاستثمار الرياضي دورنا على النادي الاهلي كاسم كبير، اكيد كلنا بنبقى سعداء يعني. فزي ما انت شايفهم عملوا قعدنا اجتماع، اطلعوا على كل المشروعات. كان في الدكتور محمد سراج، المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي، فشافوا المشروعات وبيبدو استعداد غير عادي وغير مسبوق في التعاون مع النادي الاهلي، ودي حاجه الحمد لله مطمئنه وجميله جدا. في جوله احنا عملناها في النادي، طبعا هم برضو ابدوا سعادتهم. ابتدينا من نصب تذكاري لشهدائنا جمهورنا اللي احنا طبعا دول في قلوبنا دايما، استاد التتش، الصاله المغطاه، النهارده حمام السباحه. وبعد كده هنتنقل دلوقتي باذن الله ان شاء الله على الشيخ زايد. هيشوفوا ال 60 فدان المتبقين في الشيخ زايد ازاي يتم استكمالهم، وبرضه هيقدموا لنا تصور كامل. كل الكلام ده عشان برضه تبقى الناس عارفه الكلام ده كله دراسه، لان مش هي الشركه مش مجموعه الصين بس، لا في الدكتور محمد سراج هيواصل بعد كده في اكتر على من شركه واكتر من دوله، سواء الدول الاوروبيه او ابتدينا النهارده بالصين، بس في تواصل تاني مع دول اوروبيه تانيه اللي هم عايزين يتعاونوا معانا في مجال الاستثمار. وده بيدل ان انت الحمد لله مصر يعني بلد امنه دلوقتي، وادينا زي ما احنا شايفين على الخريطه كلها، وفي نفس الوقت النادي الاهلي اسم كبير كل الناس عايزه تستغله. يعني بتشوفوا في عيون وكلمات الطيبه للناس اللي بتحب الاهلي من قلبها بجد، الناس اللي بتحب الاهلي دون مصالح شخصيه وانتفاعات، الناس اللي بتيجي تقول لك مش مهم نكسب، المهم نحافظ على مبادئنا، المهم نحافظ على اخلاق النادي الاهلي، المهم نحافظ على قيم ومبادئ النادي الاهلي، ويفضل النادي الاهلي دايما شامخ زي ما هو. فانت ده بتشوفه في ده، بتشوفه في واحد لما بيجي يقول لك كلمه طيبه كتر خيركم على المجهود اللي بتعملوه. استحاله ترضي الناس كلها طبعا، دي سنه الحياه، ولكن انت اهم حاجه تكون وانت بتشتغل بتخلص النية لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيثبت لك اقدامك. واحنا اهم حاجه بالنسبه لنا عشان بس الناس تبقى فاهماها، احنا بنتمنى ان احنا نخرج من هذا المكان على خير وطبق السيره الطيبه فقط لا غير. عشان كده احنا بنشتغل للنادي الاهلي، هنفضل في النادي الاهلي سواء بنشتغل فيه او ما بنشتغلش فيه، بندي للنادي الاهلي قد ما نقدر، بدايه من رئيس مجلس الاداره اللي ما فيش خلاف على حبه وعشقه للنادي الاهلي، لاصغر عامل موجود هنا بيحب النادي الاهلي من قلبه، باعضاء الجمعيه العموميه، بالجماهير. عشان كده احنا عمالين نتحرك وبنسعى في كل المجالات على قد ما بنقدر وبنجتهد. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيها وبيصيبنا فيها الصواب، وفي حاجات ما بتبقاش موفقه، بس النسبه والتناسب الحمد لله رب العالمين على يعني تقدير الشخصي اللي احنا ماشيين بخطه ثابته الحمد لله وكويسه. هو عارف النادي الاهلي واحد من الانديه الكبيره في مصر، ولوش كمان ناس كتير تعرفه في الصين، النادي الاهلي هناك حتى معروف عندهم في الصين، وهو بشكر النادي الاهلي واستضافته وحفاوه الاستضافه الموجوده اللي هي موجوده يعني. حاجه كويسه جدا وبيدل على تخصص النادي وتميزه. بيأملوا بالتعاون ده، وهم بالفعل ناقشوا بعض الطلبات اللي النادي الاهلي طلبها بخصوص الملاعب والسنتر سبورت سنتر اللي هيتعمل ان شاء الله، وهم كانوا في زياره للسفاره الصينيه ولقوا دعم كبير من السفاره ليهم للموضوع ده، وده حاجه طمنتهم، وان شاء الله يكون في تعاون في المستقبل ان شاء الله. الانتشار ده هيساعد على انتشار النادي الاهلي، وممكن يقدر يقيم اكتر من فرع بعد كده في المستقبل ان شاء الله. مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، استمرارا لتغطيتنا الخاصة طبعا لكافة المجالات والإنشاءات الخاصة بالنادي الأهلي، وأيضا كمان اجتماعات مجلس الإدارة. النهاردة يمكن بصدد زيارة هامة جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي، وفد صيني يمكن على أعلى مستوى، ومنه أيضا كمان مسؤولين في الحكومة الصينية توجهوا إلى النادي الأهلي فرع الجزيرة. كان متواجد المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أيضا كمان أمير توفيق مدير التسويق، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. الكل كان في الاستقبال، وفد على اعلى مستوى وزياره هامه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. يمكن تكليف من الكابتن محمود الخطيب في البدايه، طبعا بيكون في تكليفات كثيره من مجلس اداره النادي الاهلي، لكن تكليف كان مهم جدا من رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب بالعمل على الانشاءات، العمل على الانديه في جميع الافرع، سواء النادي الاهلي مدينه نصر، الجزيره، فرع زايد، فرع ايضا كمان التجمع الخامس، استاد النادي الاهلي. والحقيقه كمان لو بنتكلم على استاد النادي الاهلي، يمكن كل المتواجدين من الوفد الصيني اشادوا في البدايه طبعا بكل المنشآت الخاصه بفرع النادي الاهلي بالجزيره، لان دي كانت البدايه. هم يمكن زاروا النادي الاهلي الجزيره وايضا النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، لكن البدايه كانوا متواجدين، يمكن وصلوا لملعب مختار التتش، خدوا جوله كبيره جدا في النادي الاهلي، حمام السباحه كانوا متواجدين فيه، الصاله المغطاه اللي يمكن ابهرتهم بشكل كبير جدا واشادوا بيها، وقالوا كمان يمكن احنا بنتمنى يكون في مدينه رياضيه بشبه الصاله المغطاه، متعارف طبعا عليه بيكون الاستادات او الملاعب الكبرى يكون عباره عن مدينه رياضيه، بيكون استاد بجانب فندق صغير. قالوا كمان يمكن حاجه رائعه جدا لو ملعب زي النادي الاهلي او صاله النادي الاهلي يكون متواجد في فندق اقامه، تكون مدينه رياضيه مصغره جدا. رؤيه طبعا هامه جدا للجانب الصيني، تواجده مع الاستاذ محمد سراج طبعا عضو مجلس الاداره، تبادل الدروع كالعاده، ويمكن اتطرحت امور كثيره جدا. كان اجتماع مصغر مع المهندس محمد سراج، العميد محمد مرجان، امير توفيق مدير التسويق، كل الامور اتطرحت. ويمكن كمان الامر الهام جدا اللي يمكن كل جمهور النادي الاهلي منتظره، وهو استاد النادي الاهلي اللي هيكون ان شاء الله باذن الله حلم كبير لكل الاهلاويه. يمكن ده كان الجزء الاول اللي فيه مقر النادي الاهلي بالجزيره. توجهوا مباشره الى الشيخ زايد، حيث طبعا المساحه الكبيره جدا هنا في النادي الاهلي الشيخ زايد، خدوا جوله ايضا كمان كبيره، يمكن لفوا بشكل كبير جدا في النادي، لكن استقروا على المكان الخاص باستاد النادي الاهلي، مساحه كبيره جدا بنأكد عليها هنا في النادي الاهلي فرع زايد. الحقيقه يمكن كانوا بيحاولوا ان هم يشوفوا كل الامور الخاصه بالاستاد، زي ما اكدنا وقلنا مجموعه من الشركات في وفد صيني، عدد كبير جدا كان متواجد، يمكن يصل الى 17 فرد متواجد من الوفد الصيني، كلهم مسؤولين في شركات كبرى جدا في الصين. قالوا كمان ان احنا يهمنا بشكل كبير التعامل مع النادي الاهلي. السفاره كمان الصينيه هنا في مصر اشادت بالنادي الاهلي وقالت النادي الاهلي احد المنشات الرائعه والاولى هنا في افريقيا وفي مصر كمان بالتحديد، فاكيد الناس كانت عندها انطباع كبير جدا وخلفيه كبيره جدا، وده انعكس عليهم بمجرد وصولهم للنادي الاهلي الجزيره وايضا كمان النادي الاهلي الشيخ زايد. كان ليا لقاء كمان مع احد المسؤولين بكلمه على الفتره القادمه والاستثمار ازاي هيكون مع النادي الاهلي. الناس قالت ان هي يمكن مرحبه بشكل كبير جدا، ولا بد يكون في استثمار في مصر عن طريق النادي الاهلي، النادي الاهلي الاول، النادي الاهلي بطل افريقيا، النادي الاهلي طبعا هو له مكانه كبيره جدا جدا داخل القاره الافريقيه، وبالتحديد كمان داخل جمهوريه مصر العربيه.